مشاركة للعماني جمعة الحبسي، مشاركة الأولى لهذا اللاعب قادم من نادي السيب. 16 مباراة دولية بقميص المنتخب العماني. المنتخب العماني عنده مواجهة قادمة. 3-1 لنادي الوكرة. سيلة دياب هارون، أطول فترة أو أطول مدة وأطول فترة من أجل الاستحواذ على الكرة من قبل لاعبين نادي الخور، هي لا تكون ولا تزيد عن الدقيق. مريرة خاطية دالة لكن تحولت، نعم قلص الفارق. يا سلام على جمعة الحبسي، مرور بمهارة، شوف المرور لجمعة الحبسي من أمام بنيتو، قال له روح يا بنيتو تعال بسرعة. مري على نهاية أحداث هذه المواجهة، 3-1 لي أيو، هدفين أندري أيو اللي تواجد مع منتخب غانا. تتألق مع الأحمر العماني، منهم جمعة الحبسي قلب دفاع المنتخب العماني. شي بلمسة اتجاه هلال يطالب بركلة جزاء مراد ناجي، كرة تتحول لأحمد فاضل من ثم جمعة الحبسي عائد في الخلف ناحية اليمنى من ملعب